السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الناس كلها، برنامج بتاع كله. حلوة الحاجات اللي بتفكرنا بأيام زمان، أغنية أنت بتسمعها فبتفتكر أيام زمان، واحد صاحبك من زمان شفته تفتكر قد إيه أنت كنت طيب، إنسان أليف ما عندكش أي هموم، تنام على السلم تصحى تلاقي نفسك في السرير، مش عايز أسف على نفسي الحقيقة، 4 أيام نوم في سرير الحج لما كنت بشوف فيلم التعويذة. ولكن مع كل الحاجات الحلوة اللي أنت عديت بيها وأنت صغير، وكل الذكريات السعيدة اللي أنت كنت فاهم إن أنت سعيد بيها وانت صغير، طفولتك نصها مضحوك عليك فيها. احنا بنسمع عن واحد ممكن يقول لتاني انا هدمر لك مستقبلك، ولكن عمرك ما سمعت واحد بيقول لك انا هدمر لك الماضي. انا بقى النهارده هدمر لك الماضي بتاعك. اغلب كلامي هيكون على مواليد الثمانينات والتسعينات، جيل البؤساء، جيل الـ2000 بيتجوز. عشان اكون صادق معاك، انا مش عارف ابدا لك الموضوع منين، سامحني اني هبوظ لك تفكيرك الزائف اللي كان بيقول ان الجنيه كان بيجيب كل حاجه، بتاخد الجنيه بتبقى انت في قمه السعادة، ويجي واحد يقول لك المال لا يشتري السعادة. عشان تعرف تقيس قيمة الفلوس بين زمنين مختلفين، لازم ترجعه لقيمة تقدر تحكم عنها، ومفيش احسن من الذهب في الحالة دي اللي احنا نقدر نحكم منه. سعر جرام الذهب من سنة 1990 لحد سنة 1999 30 جنيه و40 قرش. ما تتشلش من الرقم لان ده مش موضوعنا دلوقتي. انت كنت بتاخد جنيه مصروف، ده معناه ان انت كنت بتاخد 1/30 و4 من قيمة سعر الذهب. لو جيت لسنة 2020 هتلاقي متوسط جرام الذهب بيعمل 992 جنيه. وبحسبة بسيطة جدا، لو حسبت اللي انت كنت بتاخده في التسعينات وجيت ضربته في سعر الذهب دلوقتي، هيطلع لك ما يعادل 28 جنيه، كأنك بتدي طفل صغير 28 جنيه. ده هيجيب كل اللي هو عايزه. الجنيه اللي كان بيكفيك ده جنيه قيمته كبيرة اصلا. الفلوس بالنسبة لك كانت مجرد رقم، انت كطفل مصري كنت بتدور على راحة بالك، كنت بتلاقيها في لعب الكورة في الشارع. لو تفتكر كنت بتعمل الفرق بين العرضتين اللي هي الطوبتين، كان بتبقى 5 خطوات، ولكن دايما كنت بتنسى ان الهدف بيبقى طول وارتفاع، انت كنت بتعمل الطول بس. اي كرة بتعدي من فوق راس اللي واقف هي بره باعتماد من الفيفا. كانت بتعجبني قوي اللقطة اللي كنا بنجيب فيها الحكم واللي في الاغلب بيبقى واحد صاحبك، ما كانتش بتحصل الا في المواجهات العنيفة في كرة القدم، اللي شارعك بيلعب مع الشارع اللي جنبك. راحت بالك كنت بتلاقيها لما بتتفرج على التلفزيون. واحد من اهم برامج الجيل ده كابتن ماجد او كابتن سوباسا، كان بيستهلك 4 حلقات على الاقل عشان يشوط الكرة. تيجي انت تحسب له في كل المواسم اللي هو لعبها لعب كام مباراة، هتلاقيه ما لعبش ولا مباراة. والبي كان بيحلم طول حياته، يعني كمان مش مكفيه ان هو بيضحك عليك، ولكن كان بيحلم بحاجة هو مش هيعرف يعملها. اشا فندي طلعت الحدوتة كلها هي حدوتة تأليفية من ام بتحكيها لابنها في القطر، بيسلوا نفسهم يعني، وانت كنت بتجمع الدوائر بتاعتهم دي. دول اللي كانوا بالنسبة لك هم الشر المطلق، طلع عمرهم في السلسلة هو 15 سنة. انت متخيل يا مان؟ بيكاتشو كلمة يابانية مكونة من كلمتين، بيكا ودي معناها اللامع، وتشو معناها صوت الهامستر اللي هو الكائن بتاع بيكاتشو. ولما تيجي تحط الكلمتين على بعض هيطلع لك ان هو صوت الهامستر اللامع، يعني من الاخر صوته من اسم، يعني الموضوع طلع مش شتيمه في الاخر. نيجي لكاسبر الشبح. انت عندك خلفيه يا مان ان ده شبح طفل ميت بمرض الالتهاب الرئوي؟ في الكتابات الاوليه لسلسله قصه توي ستوري، وودي كان هو الفيلن اللي في القصه، وده كان باين عليه من طريقه تنمره على بقيه الالعاب الثانيه. ويني ذا بو، انت لازم تبقى عارف ان ويني ده مؤنث، يعني الدب ده واحده. ومش بس كده، كل شخصيه من شخصيات المسلسل ده كانت مصابه بمرض نفسي. ويني دي كان عندها مرض الاو سي دي، وعشان كده كانت دايما بتروح تعد علب العسل اللي عندها. اي شخصيه في المسلسل ده كانت عندها مرض نفسي زي الاكتئاب. وانا عايز اقول لك ان ده مش اول حيوان يغفلك. رفيكي اللي انت كنت شايفه واعظ وحكيم وبيصلح دايما بين الحيوانات اللي متخانقه في الغابه، هو نوع من انواع قرود اللي اسمها البابون، وبالتحديد من سلالة اسمها الماندرل. هو اضخم واتقل انواع القرود على الاطلاق، وده في الحقيقة ما بيكونش لا هو واعظ ولا حكيم، ده ساعة الخطر بيكون زي ما انت شايف كده، ده هو رفيكي. والمفاجأة ان المفترس الرئيسي للكائن ده في الحقيقة هو الانسان. رودرانر هو اسم طائر بيحمل نفس الاسم في الحقيقة. اقصى سرعة لطائر ده هي 26 كيلومتر في الساعة. اللي كان بيجري وراه ده هو نوع من انواع الذئاب اللي اسمها في الحقيقة كينس لاتروس. سرعة الذئب ده توصل ل 69 كيلومتر في الساعة، وانت مسحول ورا الاثنين دول طول حياتك وعمرك ما شفته بيمسكه. انا مش عايز اضلم عليك بصراحة، ولكن كل المقاطع والاجزاء والحلقات لمسلسل مستر بين معمولة في 15 حلقة بس. وبما انك من ابناء الجيل الذهبي ده، فانت من جيل الاتاري ومن جيل الشريط اللي فيه 9999 لعبة، تفتح تلاقيهم 11 لعبة متكررين. اول لعبة فيهم فاكر كانت بتبقى ايه؟ القزم الايطالي المعفن اللي ياما حضرتك سهرت ليالي عشان تنقذ الاميرة بتاعته، عشان تكتشف في الاخر انها كانت مصاحبة وان انت كنت بتنقذ
تنتزع عشان تطلع تتجوز صاحبها الامير هارو امير مملكه الورد حتى في العابك وحيد. والخدعه مش هنا وبس، في الاصدار الرسمي للعبه واللي كان مكتوب فيها قصتها مكتوب فيها ان المدينه اللي انت بتلعب فيها مدينه تحولت عن طريق سحر معين لصناديق خشب ومشروم صغيره. عارف ده معناه ايه؟ كل صندوق خشب انت كنت بتتنطط عشان تكسره، كل مشروميه بتاكلها، ده معناه ان في روح بريئه انت قتلتها. بس مش مشكله، احنا دلوقتي كبرنا وبقينا بنلعب لعبه صياد البط. في طلقه صيد من طلقاتك المعتاده اللي كنت بتصطاد فيها البط، دايما كنت بتلاحظ ان في كلب محطوط في اللعبه دي، هو سبب امراض الضغط والسكر عند الشباب اليومين دول. الكلب اللي كان بيضحك على كل بطه انت ما بتعرفش تصطادها، وياما حضرتك حاولت انك تضربه بالنار ولكن ما كانش بيموت. طلع في النهايه الكلب ده بيموت، ولكن لازم تضربه في نقطه وفي مكان معين من اللي كان بيطلع فيه. كمان انا عايز اقول لك ان اللعبه دي مفيش واحد في التاريخ لعبها وفاز بيها. انت بتلعب من المرحله 1 لحد المرحله 99، تيجي انت في المرحله 100 واللعبه بتفضل تلاج عشان تخسر، حتى ما بيكتبلكش شكرا انك لعبتها، لا بتخسر. بس برضه مش مشكله، انت بتكبر والعابك في نفس الوقت بتكبر معاك، لحد ما وصلت للعبه اللي غيرت شكل الالعاب بالنسبه لك، وهي لعبه جي تي اي. جي تي اي في مصر بقت جاتا، وفي الحقيقه انت عمرك ما هتلاقي اللعبه دي في مصر ليها اسم زي التاني، جاتا 2، جاتا 3، جاتا 10، جاتا المصريه، جاتا تكاتك. بطل اللعبه دي هو اصيع واحد انت شفته في حياتك، تومي فيرزاتي، متجاهل حقيقه ان مفيش واحده راضيه تبص له. تومي هو الشخصيه الوحيده اللي في كل سلاسل اللعبه ما كانتش مصاحبه، وانا هنا بتكلم على القصه الحقيقيه بتاعت اللعبه. لكن لو جيت تبص على باقي الشخصيات اللي في الاجيال الثانيه، سي جي كان مصاحب 6، نيكو بيلك بطل جزء اي في كان مصاحب 4، اخر جزء هو الجزء الخامس من اللعبه لما نزل سنه 2013، الاولاني كان لسه مفركش، الثاني متجوز، والثالث مقضيها. شايف انا رايح فين؟ مفيش غير الشخصيه بتاعتك هي الوحيده اللي ما كانش مصاحب. المشكله فيك انت، واضحه كل العابك اللي بيعملوها لك بيعملوها لك ان انت تفضل وحيد. وعلى فكره مش بس ابطالك الافتراضيين هم اللي كانوا بيضحكوا عليك، ابطالك الحقيقيين كمان كانوا بيضحكوا عليك. يعني جون سينا بطلك المفضل عمره ما خدم في اي فرع من فروع الجيش الامريكي. لما الصيف كان بيجي كنت انت بتبقى من اروش ثلاثه في مصر لو كنت بتصيف في العجمي، اسبوع مش عايز تتكلم مع صحابك ولا كانك جاي من فرنسا. صيفت فين يلا يا فقير انت وهو؟ المشكله ان اصحابك كمان كانوا بيدوك الاحترام بتاع ان انت مصيف العجمي، ونسيت انت واصحابك ان شاطئ النخيل في العجمي اسمه شاطئ الموت من كتر الكوارث والحوادث اللي كانت بتحصل فيه. احساس انك الماستر بيس اللي مفيش منك في الدنيا تاني ده كان بيجي لك لما كنت بتمشي في الشارع وكنت تسمع بالووكمان. انا عايز افجر لك ان الووكمان ده موجود من سنه 1979، وسنه 1999 كان في 186 مليون نسخه متباعه حول العالم. يعني انت ما كنتش لوحدك ولا حاجه. في حاجه انا بجدها غريبه قوي، وهي الاسراف اللي وصلت فيه المسابقات بتاعت اليومين دول. احنا مسابقاتنا كانت الجائزه بتاعتها عجله، ويا ريتك بتكسبها، لا انت تجمعها عشان تكسبها، بيذلوك. مفيش ولا حاله رسميه في مصر اتسجلت انها كسبت العجله. حتى المعلومات اللي انت كنت بتقعد تفتي فيها مع صحابك غلط. مفيش حاجه اسمها ان سور الصين العظيم بتشوفه وانت في الفضاء. الحاجه الوحيده اللي تقدر تشوفها من الفضاء من عجائب الدنيا السبعه هي الاهرامات المصريه. ومفيش حاجه اسمها ان تماسيح بتاكل حجر عشان تعرف تقطع الفريسه جوه بطنها. هو بالفعل التمساح بياكل حجر، ولكن عشان يزيد من نسبه وجوده تحت الميه. في تجربه عملها بعض الباحثين في جامعه يوتا، تجربه باختصار انهم جابوا 7 تماسيح ونزلوا السبع تماسيح دي جوه الميه، وعادوا نفس التجربه بنفس التماسيح، ولكن قبل ما ينزلوهم الميه خلوهم ياكلوا حجر، لقوا ان نسبه وجود التماسيح بعد ما كلوا الحجر في الميه بتزيد بنسبه 117%. وبمناسبه الرعب وتقطيع والفريسه، دوم مانشيني مبتكر شخصيه شاكي قال ان هو استلهم فكره الشخصيه من شخصيه ثانيه اسمها كابتش باتش. فاكرها؟ كده كتير كده كتير، الكلام اللي انت بتقوله ده غير منطقي وغير موضوعي بالمره. بيكلمني عن المنطقيه وهو كان موافق ان بطله اللي مش لاقي ولا واحده تبص له كان قادر على حمل 6 اسلحه من النوع التقيل، كان بيعرف يستخدم كل انواع الاسلحه، كان بيسوق كل انواع العجل والعربيات وطيارات والدبابات واللانشات، كان بيقع من ناطحات السحاب وما كانش بيموت، ولكن كان بيموت لما بيلمس الميه. بيكلمني عن المنطقيه وهو كان ساكت على الفلينستونز اللي كانوا بيحركوا العربيه برجليهم. الله، طب وانت بتركبها ليه اصلا؟ المشكله ان كان في ديناصور ونمر في الكرسي اللي ورا. تعرف ايه عن المنطق يا بهجت؟ لو لسه فاكر ايام زمان هتفتكر ان في فارين كانوا موجودين في المعمل، واحد اسمه بينكي والتاني اسمه برين. وسؤال الحلقه بيقول تفتكر مين اللي غبي فيهم؟ اللي بيحاول يسيطر على العالم، ولا اللي بيحاول يفهم التاني ان هو مجرد فار مش هيعرف يسيطر على العالم؟ في كل حلقه كان برين بيحاول فيها ان هو يسيطر على العالم كان دايما بيسال بينكي على اخر جزء من الخطه، ولكن دايما كانت الخطه اللي برين عاملها بتبوظ. ولما كانوا بيجوا يراجعوا ايه اللي خلى ان الخطه
تفشل كانوا دايما بيلاقوا ان اللي قال عليه بينكي هو اللي صح. في حلقه كان برين داخل فيها مسابقه وكان بيجاوب على كل الاسئله الصعبه اللي فيها الا اخر سؤال ما عرفش يجاوبه. الوحيد اللي عرف يجاوب السؤال ده كان هو بينكي. هل من المنطقي انهم يعملوا ان الغبي اسمه برين؟ برين هنا مش معناها العقل، ولكن ده كان اسم التجربه اللي خلتهم فيران اذكياء اصلا، وهي بايولوجيكال ريكومبيننت الجوريثميك انتليجنس نيكسس. خد اول حرف من كل كلمه. واسمح لي اقول لك ان حتى مستقبلك كانوا ضاحكين عليك فيه. فيلم السهره بتاع يوم الخميس، فيلم باك تو ذا فيوتشر، كان مصور لك ان المستقبل مستقبل جميل، مستقبل عظيم، وانت شايف اهو الدنيا عامله ازاي. هختم بالرسمه دي. هتقول لي الله مين اللي رسمها؟ هقول لك ده بيكاسو. هتقول لي اه عارفه. لا انت مش عارف، لان اسمه اصلا بابلو دييجو زي فرانسيسكو دي باولا اخوان، لسه الاسم ما خلصش. ماريا دي لوس ريميديوس كيبريان، لسه اسمه ما خلصش. دي لا سانتا سيما ترينيداد رويسي بيكاسو، هو ده اسمه. الحاجه الوحيده الحقيقيه في حياتك هي انا. عشان كده لازم تشترك في القناه وتخلي اصحابك يشتركوا في القناه. اشوفك الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامج بتاع كله.